بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقنا يا أرحم الراحمين في بلادنا وسائر بلاد المسلمين لما تحب وترضى، وفيما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب أحكام النكاح من حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري، على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وقراء علومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. كنا وقفنا على قوله: وإذا صح التفويض وجب المهر بثلاثة أشياء. قلنا أن المهر سنة من سنن عقد النكاح، وأنه حق للزوجة، وهو مال واجب على الزوج، ويستحب تسميته في العقد، وأنه يجوز أن يسقط بإسقاط الزوجة له، نسميها التفويض. إن المرأة تفوض أمر زواجها لوليها على ألا يكون لها مهر، يسموها المفوضة. فإذا صح التفويض يبقى سقط المهر، لكن متى يجب المهر؟ إذا فوضت، في ثلاثة أحوال بس، كويس؟ دي اللي احنا واقفين عليها تقريبا. يقول في الهامش: وإذا صح التفويض وجب المهر فيه بثلاثة أشياء، وهي أن يفرضه الزوج على نفسه، يعني فرضية نزلت إلا أن الزوج فرضه على نفسه، وترضى الزوجة بما فرضه، أو الشرط الثاني أو الحالة الأخرى، يفرضه الحاكم على الزوج، ويكون المفروض عليه مهر المثل، لأن ما فيش مسمى فهيلجأ لمهر المثل، ويشترط علم القاضي بقدره، بقدر مهر المثل. وأما رضا الزوجين بما يفرضه فلا يشترط، يعني لا يشترط رضا الزوجين بما يفرضه الحاكم. لو الحاكم حكم، حتى لو مش راضين يلزموا بتنفيذ حكم الحاكم. أو الحالة الثالثة، يدخل أي الزوج بها، أي الزوجة المفوضة، قبل فرض الزوج أو الحاكم. لو تم الدخول في الحالة دي يجب لها مهر المثل بنفس الدخول، ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الأصح. هل بحال العقد، ولا بوقت الدخول، ولا بوقت حكم الحاكم؟ حدد مهر المثل إزاي؟ افرض عقد ودخل بيع بعد 3 سنين، وحكم الحاكم بعد 10 سنين، ناخد بأي السعر؟ خدت بالك؟ ففيها 3 أوجه. في الأصح إن هو يعتبر بحال العقد، وقت العقد، نشوف مهر المثل وقت العقد كان. وإن مات أحد الزوجين قبل فرض ووطء وجب مهر مثل في الأظهر، والمراد بمهر المثل قدر ما يرغب به في مثلها عادة، وليس لأقل الصداق حد معين في القلة، ولا لأكثره حد معين في الكثرة، بل الضابط في ذلك أن كل شيء صح جعله ثمنا من عين أو منفعة صح جعله صداقا، بخلاف الأحناف. الأحناف عندهم محددين حد أدنى 3 دراهم، مش كده برضو؟ ولا قلنا 10 دراهم؟ 10 دراهم أظن عند الأحناف، لكن عند الشافعية ما فيش حد أدنى ولا حد أقصى، متروك لإيه؟ للاتفاق.
ثمنا من عين أو منفعة صح جعله صداقا حتى المنفعة. وسبق أنه يستحب عدم النقص عن 10 دراهم وعدم الزيادة على 500 درهم استئناسا بإيه؟ بما كان في حال النبي صلى الله عليه وسلم من مهور زوجاته ما لم يزل عن 500 درهم وال10 دراهم علشان رأي الأحناف. ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة كتعليمها القرآن، ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. لو طلق قبل الدخول وكان في مسمى يسقط نصف المهر، أما بعد الدخول ولو مرة واحدة فيجب كل المهر المؤجل والمعجل ولو كان الدخول حراما، حتى ولو دخل بها دخول حرام كوطء الزوج زوجته أو حال إحرامها أو حيضها، ويجب كل المهر كما سبق بموت أحد الزوجين برضو بالموت. افرض عقد على امرأة ولم يدخل بها ومات وجب المهر كله. كويس، عقد عليها وفي مسمى مهر مسمى وطلقها قبل الدخول يجب نصف المهر. عقد عليها ودخل بها ولو مرة واحدة وجب المهر كله. ويجب كل المهر كما سبق بموت أحد الزوجين لا بخلوة الزوج بها في الجديد، لأن القديم كان ماشي على مذهب الأحناف أن الدخول هو الخلوة حتى ولو لم يجامع، إذا خلى بها في حجرة وأغلق الباب وجب المهر كله. ده رأي الأحناف، ده عندهم الدخول كده. القديم كان الإمام الشافعي ماشي على رأي الأحناف في هذه المسألة، في الجديد واللي عليه الفتوى إنه هو يكون وطئها الجماع. وإذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول بها لا يسقط مهرها، بخلاف ما لو قتلت الأمة نفسها أو قتلها سيدها قبل الدخول فإنه يسقط مهرها، لأن أصل مهرها هيبقى ملك السيد، والسيد إذا قتلها يسقط مهرها. ويعني نحاول النهاردة نقف على الوليمة عشان نبدأ في فصل جديد بعد الأجازة إن شاء الله. يقول الشيخ البيجوري: قوله وإذا صح التفويض بخلاف ما إذا لم يصح التفويض، هيجيب لك أمثلة للتفويض الغير صحيح. يعني متى لا يصح التفويض؟ قال لك كتفويض غير الرشيدة، لو امرأة غير رشيدة فوضت يبقى مش عارفة مصلحتها، يبقى ما ينفعش إننا نقبل تفويض، لابد أن تكون رشيدة، لأن التفويض صورة تبرع نظرا لكونه لا يجب بالعقد شيء لكن يستفيد به الولي من السفيهة الإذن في تزويجها. وقول وجب المهر فيه أي في التفويض لثلاثة أشياء، أي بواحد منها كما هو معلوم، فلا يشترط اجتماع الثلاثة. أما بيقولك بثلاثة أشياء لحسن تبتكر لازم الثلاثة تبقى مجموعة، لا، يبقى بواحد منها. ناخد بالنا من تعبير الفقيه، لأن الفقيه يريد أن يبقى تعبيره ليست فيه شبهة في فهم خطأ. أما يقول بثلاثة أشياء ربما بعض طلاب العلم أو القراء اللي يقرأ بسرعة يفتكر أن لازم تتوفر الشروط الثلاثة، لا، ده بيقولك بواحد منها، عشان كده في الشرح قال أي بواحد منها عشان يزيل إيه الفهم الخطأ. ودي ميزة الشرح أنه يزيل الفهم الذي يكون قد يخطئ فيه المتسرع في قراءة العبارة. أي بواحد منها كما هو معلوم، فلا يشترط اجتماع الثلاثة كما قد توهمه عبارة المصنف أولا، وإن كان تعبيره بعد ذلك بأو يدفع هذا الإهام، لأنه هو لما قال إيه بثلاثة أشياء قال كذا أو كذا أو كذا، فكلمة أو شالت الاحتمال. فلو أخذ بظاهر العبارة أولا من اشتراط اجتماع الثلاثة لتناقض مع ما يقتضيه العطف بأو من أن المعتبر واحد منها. قوله وهي أي الثلاثة أشياء أي أحدها كما علمت، ليصح العطف بأو. وقول أن يفرضه الزوج على نفسه أي أن يقدره الزوج على نفسه قبل الدخول بها من غير طلبها أو بطلبها منه، ولها حبس نفسها حتى يفرض لها، ولا كمنها تمتنع عنه فلا تقبل أن يدخل بها حتى يحدد لها
ايه هو الفرد ده قد ايه يعني قدره يعني. ولها حبس نفسها حتى يفرض لها لتكون على بصيرة في تسليم نفسها، ولها بعد الفرض حبس نفسها حتى يسلمها المفروض الحال بخلاف المؤجل كالمسمى في العقد فيهما. وعلم من ذلك أنه يجوز فرض مؤجل بأجل معلوم بالتراضي، ولا يشترط علم الزوجين بقدر مهر المثل. يعني مش شرط لما يجي يفرض على نفسه فرض مش شرط يعرف قد ايه مهر المثل قدره، بل حيث تراضيا على مهر صح ولو دون مهر المثل او فوقه بخلاف فرض الحاكم. الحاكم بقى لازم يعرف فرض مهر المثل، يعني يسأل مهر المثل اللي هو المهر اللي بتأخذه مثلا اختها قريبتها من كان في حال يعني مساو لها في النسب في درجة التعليم في المزايا في السن، يشوف كل ده يقدر مهر المثل في مثل هذه الحال بخلاف فرض الحاكم اللي هو القاضي يعني. فإنه يشترط فيه علم الحاكم بمهر المثل حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه إلا بالتفاوت اليسير، لأنه لو زاد عليه يبقى أرهق الزوج ولو نقص عنه يبقى ظلم الزوجة. لكن لو تفاوت بسيط، افرض مهر المثل 10,000 حكمه ب9,000 تمشي، حكم ب11,000 تمشي، يعني التفاوت اليسير ماشي. والمفروض الصحيح كالمسمى في العقد ولا ينقص عنه إلا بالتفاوت اليسير. والمفروض ايه هو المفروض؟ اللي هو الصحيح كالمسمى في العقد سواء كان الفرض من الزوج أو من الحاكم، فيتشطر بالطلاق قبل الدخول، اللي هي الآية بتقول بنص الآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الآية بتقول كده، فمنصوص عليه مش اجتهاد، هي منصوص عليها فنصف ما فرضتم. فإن طلقها قبل الفرض، طيب وإن طلق وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع، يبقى المتعة نفقة المتعة، والمتعة دي بتبقى تقريبا أقل من إيه؟ من مهر المثل، متروكة للقاضي يحسبها يعني، مش مقدرها الشرع تقدير واضح. فإن طلقها قبل الفرض فلا شيء لها إلا المتعة، وترضى الزوجة بما فرضه، أي إن كان دون مهر المثل أو فرض مؤجلا أو فرض مؤجلا أو من غير نقد البلد، ترضى الزوجة بما فرضها الزوج. افرض فرض الزوجة عليه عملة غير عملة في البلد تقبل، لكن القاضي ما يحكم بمهر المثل لازم يبقى من عملة البلد زي عملة البلد اللي بيحكم كويس، أو من غير نقد البلد، وإلا فلا يعتبر رضاها حيث صدقته على أنه مهر مثلها. فإن نازعته في أنه مهر مثلها بأن قالت ليس هذا مهر مثلي فرضه الحاكم، لأنه هو الذي يفرضه عند التنازع، أو يفرضه الحاكم على الزوج، يبقى أول صورة أنه يفرضه الزوج على نفسه وترضى به. الصورة الثانية يفرضه الحاكم عند التنازع، هترفع قضية عند القاضي، القاضي يحكم كويس، أو يفرضه الحاكم على الزوج فيفرض المهر عند امتناع الزوج من الفرض أو تنازعهما في قدر المفروض. يبقى إمتى هيحكم الحاكم؟ عند امتناع الزوج تروح تشتكيه من الفرض، أو عندما يتنازعوا يفرض على نفسه حاجة وهي مش موافق عليه، واضح؟ في قدر المفروض كم يفرض، ولا يفرضه إلا، لا يفرضه الحاكم يعني إلا حالا، يعني ايه ما فيش تأجيل بقى، حالا يعني يدفعوا كاش نقدا، انما المسمى ممكن يبقى فيه جزء مؤجل وجزء مؤجل. فلا يفرضه اي الحاكم مؤجلا ولا من غير نقد البلد، لازم بعملة البلد. وان رضيت الزوجة بذلك لكن لها اذا فرضه حالا
يعني من غير نقد البلد، وإن رضيت الزوجة بأنه يبقى من غير نقد البلد، الحاكم برضو يحكم بنقد البلد. لكن لها إذا فرضه حالا تأخير القبض، طب فرضه الحاكم حالا في الحال، وجب حالا، وبعدين بعد كده هي لها أن تؤخر القبض باختيارها. تقول له طب أنا موافق أن أنا أقبضه بعد سنة، بعد سنتين، أو على أقساط، زي ما إيه، طالما خرج عن الحكم. لكن لها إذا فرضه حالا تأخير القبض، بل لها تركه بالكلية كمان، لأن الحق لها، ولا يصح فرض أجنبي ولو من ماله بغير إذن الزوج. افرض انت قلت لصاحبك اتجوز وانا هدفع لك المهر، فرضوا على نفسك، ده اجنبي، صاحبك ده اسمه اجنبي، ده مش داخل في العقد، ففرضه على نفسك، واضح؟ قال لك ولا يصح فرض اجنبي ولو من ماله بغير اذن الزوج، لازم يستاذن الزوج، لانه خلاف ما يقتضيه العقد، سواء كان عينا او دينا. يعني ممكن يبقى ايه، انت اصلا ليك مال عند صديقك كنت مسلفه 100,000 جنيه، فقال لك خلاص اتجوز وال 100,000 جنيه دي هعتبرها مهر انا اللي هدفعها لك، ده دينه برضه، ما ينفعش، واضح؟ يعني سواء كان عينا يعني متعينا الان، او دينا في ذمتي برضه ما ينفعش. ما انا بقول لك بغير اذن الزوج، لازم بغير اذن، لكن لو كان باذن الزوج خلاص، سواء كان عينا او دينا، وانما جاز اداء دين الغير بغير إذن، في حين انك انت دين الغير بغير اذنه ممكن تاديه، لكن تاديه عنه لا لكونه مهر. يعني انت ممكن تروح تسدد ديون صاحبك من غير اذنه، عارف ان هو عليه ديون، تروح من غير اذنه تستاذن، كويس؟ لكن ما ينفعش تروح من غير اذنه تسدد له المهر. طب ايه الفرق بين ده وده؟ هيقول لك بقى الشيء، لأنه لم يسبق عقد مانع من أداء الغير، أما فرض الغير بإذن الزوج فيصح ويرجع عليه. يعني ما فيش عقد مانع في الدين لما استدنت، إنه هو عقد معك عقد إنه هو لا يقبل أن يأخذ ما دينه من غيرك، ما قال لكش كده، هو ادالك الدين على إنك هترده، سواء انت بقى او اي جهة، واخد بالك؟ فما فيش عقد بينكم، انما عقد النكاح عقد بيبقى المهر على الزوج اصلا، فما ينفعش يروح لغيره الا باذنه، واضح الفرق؟ اما فرض الغير باذن الزوج فيصح طالما باذن الزوج، ويرجع عليه ان اذن له في الفرض من ماله او مطلقا، بخلاف ما اذا اذن له في الفرض من مال نفسه ففرضه من ماله فلا رجوع. ويكون المفروض عليه مهر المثل. يبقى المفروض على في الحالة دي طالما هو ما كانش فيه مسمى، نرجع لمهر المثل. أي ويكون ما يفرضه الحاكم على الزوج مهر المثل بلا زيادة ولا نقص إلا بتفاوت يسير، ولا بد أن يكون حالا من نقد البلد كما تقدم. قول ويشترط علم القاضي بقدره، أي بقدر مهر المثل، حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه إلا بالتفاوت اليسير. أما رضا الزوجين بما يفرضه ليفرضه الحاكم يعني، فلا يشترط، فلا يتوقف لزوم ما يفرضه على رضاهما به، لأنه حكم منه. وأصل حكم الحاكم غير الفتوى، حكم الحاكم فيه إلزام، إنما الفتوى لا إلزام فيها. أو الحالة الثالثة، إمتى يجب في حقه يدخل بقى، أو يدخل أي الزوج بها، أي الزوجة، أي بأن يطعها ولو في الدبر، أو الدبر ده الوطء في الدبر حرام بس اسمه دخل، يبقى ينبني عليه أحكام وإن كان حرام، أو في حيض دخل به وهي حائض حرام وينبني عليه أحكام الدخول، أو إحرام دخل به وهي محرمة أو كان هو محرم حرام ولكن ينبني عليه أحكام الدخول،
أو نحو ذلك، ولو بدون انتشار، ولو لم تزل البكارة، يعني دخل بها ولو بدون انتشار، يعني هي لم ينتصب ذكره، ولو لم تزل البكارة، حتى ولو لم تزل البكارة، بخلاف التحليل. التحليل لما يكون متزوج واحدة طلقت 3 مرات فلا تحل للزوج الأول حتى يطأها رجل آخر ويدخل بها ويطأها وطئا كاملا. النبي عبر عنه تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، مش كده برضو؟ يبقى التحليل هنا في ايه؟ في المطلقة 3، لتحل للزوج الأول بالدخول بالزوج الثاني. وقول أي الزوج تفسير للضمير الواقع فاعلا، وقول بها متعلق بيدخل، وقول أي الزوجة تفسير للضمير المجرور، وقول المفوضة أو المفوضة، تنفع تقول المفوضة فوضت نفسها أو المفوضة، والفتح أفصح. مفوضة لأنها فوضت أمرها إلى الولي في تزويجها بلا مهر، وأما الفتح المفوضة فلأن الولي فوض أمر بضعها إلى الزوج ليفرض المهر في مقابلته، أو يفرضه القاضي نيابة عنه، أو يتلفه بالوطء ويقوم مقامه الموت كما تقدم، قبل فرض من الزوج أو الحاكم. أما إذا كان بعد فرض من الزوج أو الحاكم فيتقرر به المفروض كما يتقرر به المسمى في العقد. لو في فرض يتقرر بالوطء ولو كان أقل من المسمى، لكن لو ما فيش مسمى يبقى يتقرر مهر المثل. قوله فيجب لها مهر المثل بنفس الدخول، أي فيستقر بذمته وتطالبه به، وإن رضيت بألا مهر لها، بالرغم أنك في الأول رضيت بألا مهر لها لكن لا تطالبه به، لأن خلاص، لأن الوطء لا يباح بالإباحة، أي لا يصور بصورة الإباحة، وإلا فهو مباح هنا بالعقد، لكن لو قلنا بأنه لا مهر لها حينئذ كان مصورا بصورة الإباحة، وهو لا يصور بصورة الإباحة لما فيه من حق الله تعالى. أصل المهر ده ليه حق مرتبط بالله لأنه أمر من أوامر الله، وحق للزوجة لأنه هي التي تتملكه، فبقى الحق فيه مشترك. وعلشان كده هي لو أباحته لا نصوره بالإباحة، لأنه متعلق أيضا بحق الله عز وجل، لما فيه من حق الله تعالى. نعم لو نكح في الكفر مفوضة ثم أسلم، واعتقادهم ألا مهر لمفوضة بحال ثم وطئ فلا شيء لا، لأنه استحق وطء بلا مهر، فأشبه ما لو زوج عبده أمته ثم أعتقهما ثم وطئها بعد ذلك. يعني لو نكح في الكفر مفوضة أو مفوضة بالفتح والكسر معنى واحد، يعني هما الاثنين تزوجوا في حال الكفر، وهي فوضت له أمر مهرها فلم تفرض لنفسها ثم أسلموا، هل ينسحب عليهم أحكام الإسلام في الأمور الرجعية؟ احنا عندنا القاعدة أن الأحكام لا تحكم في الماضي، تحكم فيما يستقبل، يعني مفيش حاجة اسمها أثر رجعي في الحكم. الحكم أول ما يجي يجي حالا وما يستقبل، إنما اللي فات لأ. وعلشان كده يبقى يستقر الأمر عليها وما ينسحبش على إن يبقى ليه حاجة فيها. واضح؟ يعني حتى بعد ما بيسلموا ما بنعلش العقد تاني، ده احنا بإيه؟ بنجعل عقد الزواج اللي تم في حال كفرهم هو اللي مستمر بيه بعد إسلامه، كويس؟ يعني لا نبطله. فأشبه ما لو زوج عبده أمته ثم أعتقهما ثم وطئها بعد ذلك، ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الأصح. امتى بقى نعتبر مهر المثل؟ نعتبره بحال العقد ولا بوقت الدخول ولا بوقت حكم الحاكم؟
أي لأنه هو المقتضي للوجوب بالوطن. العقد هو المقتضي للوجوب بالوطن أو بالموت المنزل منزلته، وهذا ما نقل عن الأكثرين، لكن صحح في أصل الروضة الإمام النووي يعني أن المعتبر أكثر مهر من العقد إلى الوطن، لأن البضع دخل بالعقد في ضمانه، هو أسهى على الضمان، والحاجة لما بتدخل في ضمانك وتضمنها بتضمنها في أعلى قيمة لها من وقت أخذها حتى أدائه، فأسعى على الضمان، عشان كده صححها في أصل الروضة أن المعتبر أكثر مهر من العقد إلى الوطء لأن البضع دخل بالعقد في ضمانه واقترن به الإتلاف، فوجب الأكثر كالمقبوض بالشراء الفاسد، ولذلك حمل المحشي كلام الشارح على ما إذا كان هو الأكثر، قال لأن الراجح اعتبار أكثر المهر في أوقات ثلاثة، وقت العقد ووقت الوطء وما بينهما، فالمعتمد أن المعتبر أكثر مهر مثل من العقد إلى الوطء للتعليل المتقدم. قوله يبقى إيه المعتبر، ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الأصح إن كان هو الأكثر يعني، لأنه هو عايز يقول لك. قول وإن مات أحد الزوجين قبل فرض وطء قبل فرض ووطء وجب مهر مثل في الأظهر، أي إن كان النكاح صحيحا فلا مهر بالموت في النكاح الفاسد، وإنما يجب به في النكاح الصحيح، لأنه كالوطء في تقدير المسمى في غير التفويض، فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض. يعني لو واحد نكح نكاحا فاسدا ثم مات ما يجبش حاجة، لكن لو كان نكاح صحيح يجب المهر كله، فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض. وهل يعتبر مهر المثل هنا بالأكثر كما مر في مسألة الوطء أو بحال العقد أو بحال الموت؟ هذه أوجه ذكرها في الروضة وأصلها بلا ترجيح، أوجهها أولها اللي هي بحال العقد اللي هو بالأكثر، اللي إيه أوجهها أولها اللي هو بالأكثر، الاعتبار بالأكثر، لأن البضع دخل في ضمانه بالعقد وتقرر عليه بالموت كالوطن. والمراد بمهر المثل أي في قوله ويجب لها مهر المثل، ويجري ذلك في سائر مسائل مهر المثل، قوله قدر ما يرغب به في مثلها، أدي تعريف مهر المثل، علشان أنت ساعات تيجي تقول مهر المثل يسألك يعني إيه مهر المثل، يقول قدر ما يرغب به في مثلها، أي قدر الذي يرغب به في مثلها عادة. وركنه الأعظم نسب في النسيبة في العرب، وكذا في العجم على المعتمد، لأن الرغبات تختلف به مطلقا، يعني هتتجوز واحدة من أهل النسب العالي دي مهر المثل بتاعي يختلف عن واحدة غير منسبة نسب عالي كده برضو، فبيقول لك يراعى هذا حتى ولو كانت أعجمية، لأن الرغبات تختلف به مطلقا، ويراعى أقرب امرأة تنسب إلى من تنسب إليه المنكوحة من الآباء، وناخد القرابة من جهة الآباء لأن دي جهة النسب، مش كل إنسان ينسب لأبيه مش كده، إلا أبناء فاطمة ينسبون إلى أم إيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال. ويراعى أقرب امرأة تنسب إلى من تنسب إليه المنكوحة من الآباء، فتراعى أخت لأبوين، الأخت الشقيقة تقدم على الأخت لأب واحد، نشوف أختها الشقيقة مهرها كام، طب ملهاش أخت شقيقة، طب نشوف أختها لأب مهرها كام، فتراعى الأخت لأبوين ثم لأب ثم بنت أخ شقيق كذلك ثم بنت ابن أخ كذلك ثم عمه كذلك ثم بنت عم كذلك، ونقدم الشقيق على غير الشقيق الأول بالترتيب، فالمدلي بجهتين يعني القريب إلى جهة البنت دي أو الزوجة دي من جهتين يكون أقرب أقوى من المدلي إليها من جهة واحدة من قرابة، يعني لما تبقى أختها الشقيقة تدلي إليها من جهة الأم وجهة الأب دي من جهتين، بخلاف لما تبقى أختها لأب تبقى تدلي إليها من جهة واحدة، فتقدم المدلي إليها من جهتين على التدلي إليها من جهة واحدة.
مقدم على المدلي بجهة، فإن تعذر اعتبار نساء العصبات، طب ما لهاش إخوات ولا قرايب مقطوعة من شجر، عمتها ماتوا، ابناء عمتها ماتوا، أبيها لم ينجب غيرها، وأبيها لم يكن له أخ حتى يبقى عليه أعمام، تحصل ظروف زي دي. فإن تعذر اعتبار نساء العصبات اعتبر بذوات الأرحام. ننتقل بقى لذوات الأرحام. طب أختها لأمها، طيب خالتها، طب بنت خالتها، بنت خالها، لما هي ذوات الأرحام لأنهن أولى من الأجانب. والمراد بذوات الأرحام هنا الأم وقراباتها لا ذو الأرحام المذكورون في الفرائض، لأن الأم وأمهاتها لسنا من ذوي الأرحام المذكورين في الفرائض في كتاب المواريث يعني، بل من أصحاب الفروض، فيقدم منهن أم ثم أخت لأم ثم جدة ثم خالة ثم بنت أخت ثم بنت الخال والخالة، وتقدم القربة من كل جهة على البعد منها، ويقدم أيضا من من في بلدها على من في غيرها. افرض ليها أخت عايشة في مصر وليها أخت عايشة في أمريكا، وهي عايشة في مصر، نقدم أختها اللي في مصر على أختها اللي في أمريكا في القياس يعني في المهر. فلو كان نساء عصابتها، اللي بيعمل التقدير ده كله من القاضي، هو بقى اللي بيقسم الحاجات دي، عنده جدول ويبتدي يحط ويسأل علشان يحدد مهر المثل ايه، لان دي وظيفة القاضي. فلو كان نساء عصابتها في بلدتين هي في احداهما اعتبر بعصابات بلدها، فان كن كلهن ببلدة غير بلدها فالاعتبار بهن لا باجنبيات بلدها، كل أهلها عايشين في بلد بره، يبقى الاعتبار بيهم بقى مش بأجنبيات يعني غير أقارب ليها في بلدها، كما قاله في الروضة. فإن تعذر اعتبار ذوات الأرحام اعتبرت بمثلها من الأجنبيات، لا ليها أقارب من جهة الآباء ولا أقارب من جهة الأمهات. نعمل إيه؟ نشوف بقى أهل البلد العرف اللي هي عايشة فيه. اعتبرت بمثلها من الأجنبيات فتعتبر الأمة بأمة مثلها، والعتيقة بعتيقة مثلها، والعربية بعربية مثلها، وهكذا. ويعتبر في جميع ذلك سن وسنها كمان، وعقل وعفة وجمال وفصاحة وعلم وشرف وبكارة وغيرها، كل دي تغلي المهر أو ترخصه، مما يختلف به الغرض. كل الكلام اللي فات ده دي وظيفة مين؟ وظيفة القاضي، مش وظيفتنا احنا طلاب العلم. انت وظيفتك تتعلمها عشان اما تبقى قاضي تبتدي تنفذها، مش هتبقى قاضي تبقى معلومات عندك وخلاص، لكن لا وسيلة لك ان تنفذها ابدا، لان لابد ان تبقى بحكم حاكم المسائل. قول: وليس لأقل الصداق حد معين في القلة، أي لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: التمس ولو خاتما من حديد. خاتم من حديد أيام النبي يعني حاجة بتاع نص درهم، يعني حاجة رخيصة خالص، علشان كده قالوا إيه؟ لا حد لقلته. وفي رواية أخرى: التمس ولو درهما من حديد، لكن لابد أن يكون متمولا، لازم يبقى إيه؟ المهر حاجة قابلة أنها تتحول لمال، لابد أن يكون متمولا. أخذا من قولي: بل الضابط في ذلك أن كل ما صح جعله ثمنا، فلو عقد بما لا يتمول كحبتي بر أو نواة أو حصاه لم تصح التسمية، لأن دي ما تنفعش تبيعهم، حبتي قمح أو نوايا أو حصى، دي ما تنفعش تبقى تمول، ما تنفعش تبقى مهر. ويصح العقد بمهر المثل كما مر، وكذا لو عقد بخمر أو دم، لو عقد بخمر أو دم فإنه يصح العقد وما ندهاش الخمرة، نديها مهر المثل. كويس؟ يعني عقد عليه على أن يعطيها مهرها خمرا، يصح العقد ونقول له ما تديهاش الخمر لان دي مش مال عند المسلمين، تديها مهر المثل. عقد علي على ان يديها 10 خنازير، نقول له صح العقد لكن تديها مهر المثل ما تديهاش الخنازير. واضح؟ ك
كذا لو عقد بخمر أو دم فإنه يصح العقد بمهر المثل، لأن الخمر والدم غير متمولان عند المسلمين. فإن قيل لو خالعها على دم وقع ربعيا ولا مهر. طب افرض خالعها برضو في الخلع، انها ايه؟ هو طلاق على عوض، الخلع طلاق على عوض وما يتحسبش بالطلقات، ويبقى بائن مش راجعي، كويس؟ طب خالعها على خمر او دم يصح الخلع، ويبقى يصح بس ما يبقاش بقى خلع على عوض، يسقط العوض ويبقى طلاق راجعي، يسقط العوض ويبقى طلاق راجعي. فهمت المسألة؟ فإن قيل لو خالع على دم وقع راجعيا ولا مهر، ولو نكحها بدم إن عقد بمهر المثل، فما الفرق بينهما؟ أجيب بأن المقصود من الخلع الفرقة، وهي تحصل غالبا بدون عوض، وذكر غير المقصود كعدمه، فلذلك وقع رجعيا ولا مال، والمقصود من النكاح الوطء وهو موجب للمهر غالبا، فلذلك إن عقد بمهر المثل. قوله يعني بيقول له أنت ليه طيب خليت العقد ينتهي في الخلع على عوض فاسد، كويس، خليت العقد ينتهي ولغيت العوض وخليته رجعي، في حين ان العقد هنا لو كان على شيء فاسد صح العقد ويروح على مهر المثل، مش يلغى خالص، ده يروح لمهر المثل. فهمت ازاي؟ ففي نوع من الاختلاف، هنا اسقطت العوض وهنا اثبتت العوض بمهر المثل ولغيت في الحالتين الدم او الخنزير، واضح؟ فبيقول له هنا لان النكاح، لان المقصود من النكاح اللي هو العقد الوطء وهو موجب للمهر غالبا، فلذلك انعقد بمهر المثل، لان ده اصلا من لوازم عقد النكاح. قوله ولا لاكثره حد معين في الكثره، لكن يستحب عند التغالي فيه. ولا لاكثره حد معين في الكثره، لكن يستحب عدم التغالي فيه، كويس، لأن أخفهن مهورا أكثرهن بركة، وقد صح صحيح ما فيش حد لأكثره. يعني أنت أيام الصحابة كنت بتسمع أن واحد اتجوز واحدة وادها بستان مهر حديقة كامل، حديقة دي في زماننا احنا يعني بتاع ربع مليون جنيه، يعني ما يديها مثلا بستان فيه مثلا 100 نخلة، طب دور عليه الوقت كده اشتريه هتلاقيه تعمل بتاع ربع مليون جنيه أو يمكن أكتر. يبقى كان الصحابة بتدي اهو لا حد لأكثره، لكن التغالي مش مطلوب عموما، غير مستحب، لكن يستحب عدم التغالي فيه، لأن أخفهن مهورا أكثرهن بركة، وقد صح عن عمر رضي الله عنه لا تغالوا في المهر كما مر. قول بل الضابط في ذلك أي في الصداق بقطع النظر عن القلة والكثرة، وهذا إضراب انتقال إلى إبطال لأنه لا يبطل ما قبله. قوله أن كل شيء صح جعله ثمنا من عين أو منفعة صح جعله صداقا، دي قاعدة بقى عند الشافعي، كل شيء صح جعله ثمنا من عين يعني شيء متعين أو منفعة صح جعله صداقا، أي في الجملة. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أزوجك بما معك من القرآن، زوجها إياها اللي هي المفوضة أو الواهبة للنبي، زوجها رجل ليس معه إلا القرآن على أنه يعلمها القرآن، فدي منفعة صح جعله صداقا أي في الجملة. فلا يرد أنه لا يصح جعل رقبة العبد صداقا لزوجته الحرة مع صحة جعله ثمنا، لأنه منع منه هنا مانع، وهو أنه لا يجتمع الملك والنكاح لتنافيهما، وكذلك لا يرد أنه لا يصح جعل يعني لما تبقى واحدة عندها عبد تقوم إيه تطلقه تعتقه وتتزوجه وتجعل رقبته مهر لها، ما ينفعش، لأنه لا يجتمع أصلا الملك والنكاح، هو كده كده علشان تتزوجه لازم يبقى حر. ثم
الحرة مع صحة جعله ثمنا له، ثمنا لأنه منع منه هنا مانع، وهو أنه لا يجتمع الملك والنكاح لتنافيهما، وكذلك لا يرد أنه لا يصح جعل أحد أبوي الصغيرة صداقا لها مع صحة جعله ثمنا، لأنه منع منه هنا مانع، وأنه يلزم على جعله صداقا لها دخوله في ملكها، فيعتق عليه أبوها عبد وهي أمة، يوم يجعل صداقة أنه يعتق أبوها. كويس؟ ما هو لو أعتق أبوها وأعتقها هي، أو يديها أبوها مكانه صداقها أنه يملكها أبيها، واخد بالك؟ هو يقول لك بدا ما ينفعش، لان بمجرد ملكها لابيها يعتق عليها في الحال لانه ابوها، واضح؟ فيبقى كده ما ينفعش. عشان كده حتى لو بالتراضي ما ينفعش الانسان يملك فرع ولا اصل، حتى لو قبلت يبقى ليها مهر المثل، لو يبقى يجب في الثلاث صور بقى لنا، فليس في ذلك مصلحة لها. ومفهوم الضابط المذكور أن كل شيء لا يصح جعله ثمنا لا يصح جعله صداقا، ولذلك قال الشيخ الخطيب وما لا فلا، يعني وما لا يصح ثمنا فلا يصح مهرا، يعني أي وما لا يصح جعله ثمنا لا يصح جعله صداقا، ومن ذلك الثوب المتعين لستر العورة. هو ما عندوش إلا ثوب واحد بيستر بيه عورته، يقول لا خديه صداق، طيب لو خدته يقعد عورته بينه ما ينفعش، فاهم؟ كما قاله الزركشي فلا يصح جعله ثمن لتعينه للستر به، ولا يصح جعله صداقا لذلك، كما يدل له قوله صلى الله عليه وسلم لمريد التزوج على إزاره إزارك هذا إن أعطيته إياها جلست ولا إزار لك، فهو داخل في المفهوم، فلا وجه لذكر بعضهم له في المسائل التي دفعنا إرادها على منطوق الضابط بقولنا في الجملة. العشاء أذن العشاء ونكمل بعد العشاء الجزء الباقي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمول الذي وعدت أنك لا تخلف الميعاد. وقوله وسبق أنه يستحب عدم النقص عن 10 دراهم وعدم الزيادة على 500 درهم، أي في كلام الشارح حيث قال فيما مر ويكفي تسمية أي شيء كان، ولكن يسن عدم النقص عن 10 دراهم وعدم الزيادة على 500 درهم خالصة. قول ويجوز أن يتزوج على منفعة معلومة، أي للمتعاقدين، ولا بد أن تكون مما يجوز الاستئجار لها. سيدنا موسى تزوج ودفع المهر إيه؟ إنه اشتغل أجير على أن تأجرني 8 حجج، يعني سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، ووافق على هذا العقد. يبقى شرع من قبلنا هنا يوافق شرعنا أيضا، لأن يجوز أيضا المهر على منفعة، الزواج على منفعة يعني. ولا بد أن تكون مما يجوز الاستئجار لها كتعليم فيه كلفة، حتى لو أصدق الكتابية تعليم الشهادتين، فإن كان فيه كلفة صح وإلا فلا، كما قال الأزرعي واحدة يعني عشان تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هيقعد جنبها ساعتين لحد ما ينطقها لأنها صعبة عليه، ينفع ده يبقى مهرها، لأن عايزة حصة يقعد معها ساعتين لحد ما تقول، لا قولي أشهد وتقول أسهد، أنت أشهد أش أش أش، ويجيب كوباية شاي يشرب ويصبر شوية عليها ويقول لها تاني وتقول له غلط تاني، ويخش بقى إيه يقلع هدومه في الحر ويستحمى ويرجع تاني، تعب الراجل لحد ما في الاخر الحمد لله نطقتهم بعد 2 3 ساعات كفاح معاه، خلاص ينفع ما يجراش، لان في ناس اجانب اللغه العربيه بعيده عن طريقه نطقهم فبياخدوا مجهود. حتى لو اصدق الكتابيه تعليم الشهادتين فان كان فيه كلفه صح والا فلا، كما قاله الازرعي، وخرج بقيد المعلومة المجهولة، ما ينفعش فلا يصح جعلوها صداقا لأنها مجهولة، ولكن يجب مهر المثل. يقول لها مثلا تتجوزيني وأعلمك حاجة حلوة، يقول له إيه الحاجة الحلوة دي؟ يقول لها حاجة حلوة حسبها لك مفاجأة، دي ما تنفعش لأنها دي مجهولة، يمكن الحاجة الحلوة تطلع يعلمها الشطرنج أو تلعب طاولة، وتطلع دي بالنسبة لها مش حاجة حلوة، فلازم يقول لها ايه بالظبط، خدت بالك؟ يعلمها الخياطه مثلا، يمشي كويس. اعلمك التجويد، ماشي. اعلمك الطب والجراحه، تعال. شغاله مساعد معاه. دكتور تخدير، يقول لها تعال تتجوزيني واعلمك التخدير، صنعه التخدير. مكواجي، تعال اعلمك ازاي تبني تكوي، وهكذا. يبقى لازم يعلمها حاجه تكون ايه معلومه يعني. او القراءه والكتابه، ما بتعرفش تقرا وتكتب. أو يعلمها لغة أخرى، ولا أعلمك الإنجليزية، أعلمك مثلا الفرنسية أو العربية أو شيء منها. وخرج بقيد المعلومة المجهولة فلا يصح جعلها صداقا، ولكن يجب في الحالة دي. طب افرض هي وافقت وكانت كانت إيه منفعة مجهولة، نلجأ إيه في الحالة دي؟ إلى مهر المثل. يبقى مهر المثل على طول، خدت بالك؟ ولكن يجب مهر المثل. ومحل جواز تزوجها على المنفعة المعلومة إن كان الزوج يحسن تلك المنفعة، سواء التزمها في ذمته أو عقد على عينه. فإن لم يحسنها، طب افرض هو نفسه ما بيحسنش هذه المنفعة، يقول لها هعلمك القراءة والكتابة، هو أصلا ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، ففيه تفصيل. فإن التزمها في ذمته جاز، لأن ممكن يجيب لها مدرس ويستأجر لها من يحسنها، وإن عقد على عينه قال أنا اللي هعلمك على نفسي، لم يصح، لأن فقد الشيء لا يعطيه لعجزه. فلو تنازع في البداءة في هذه المسألة، فقال بعضهم تجبر على تسليم نفسها لرضاها بالتأخير اللازم للتعليم فهو كالمؤجل، وقال بعضهم يفسخ الصداق ويؤمر بدفع مهر المثل لعدل، ثم تؤمر بالتمكين
قال ابن قاسم وهذا ما تحرر مع الرمل في الدرس فيما علمت، يعني اختلفوا في الحتة دي وقعدوا يناقشوها. قال لك تنازعوا، يعني تديني المنفعة الأول وبعدين أسلم لك البضع، الدخلة تبقى بعد المنفعة، ولا أسلمه يبقى ده مؤجل؟ فهمت إزاي؟ فلو هو مستعجل، بعضهم قال لك خلاص مستعجل بقى ودي التعليم هيحتاج وقت، يبقى ادفع مهر المثل يا أخي. فهمت إزاي؟ بعضهم قال لك لا، واخد بالك، تؤمر بالتمكين، ده الإمام الرملي، لأن هي لما وافقت على المنفعة وافقت وهي عارفة إن المنفعة هتتم بالتدريج مش هتتم في الحال. ففيها وجهات نظر تختلف فيها الفقهاء يعني. قولك تعليمها القرآن أي وكخياطة ثوب وكتابة وكتابة نحو دلائل الخيرات ومثل القرآن الفقه. دلائل الخيرات ده كتاب في الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، معروف، كتاب معروف وكان مشهور، وبعدين لما انتشر المذهب الوهابي كره الناس في قراءته واعتبروا ان الصلاة على النبي لابد ان تكون بالصيغة الابراهيمية ولا يجوز باي صيغة، فقل ايه انتشار كتاب دلائل الخيرات بسبب انتشار هذا المذهب الوهابي كالانفلونزا التي انتشرت في بلاد المسلمين، لانه طاعون العصر كده، واحد عطس وهابي كله لقط منه، وده غلط، لازم انك تناقش المذهب بالمذهب. لكن انفقوا اموال طائلة على نشر هذا المذهب في وقت قل العلم الديني، فانتشر هذا المذهب مع وجود ردود عليه واضحة في كتب السنة. لكن أين الذين يقرؤون؟ لا يقرؤون. تيجي تقول له طب اقرأ الحاجة الفلانية والرد على المسألة دي، يقول لك لا ما أقرأش. يعني احنا مرة هنا بنقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان، فواحد جاي يعترض، ليه بتقولوا في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ قلنا له والله عند متأخري الشافعية وكثير من المالكية وكثير من الأحناف والحنابلة استحبوا ذكر السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام في الأذان والإقامة والصلاة، ولو أنت مش مصدق في الكتاب الفلاني، وجبنا الكتاب الفلاني وحطيناه هنا، أي واحد يجي يعترض اقرأ، ولا واحد أصلا فكر يفتح يقرأ صفحة في الكتاب، يعترض ولا يريد أن يقرأ، فنعمل أزمة. الردود موجودة، لكن من الذي يقبل عليها ويقرأ؟ جبنا له فتوى من دار الإفتاء خمس صفحات، طب اقرا الخمس صفحات، بلاش كتاب 200 صفحة، اقرا خمس صفحات، يقول لا مش من دار الإفتاء، ما دول علماء السلطة. طيب اللي ألف الكتاب ده ألفه ما كانش في دار الإفتاء ولا من علماء السلطة، وألفه سنة 1930، يعني من قرب 80 سنة متألف، ونقل لك أقوال العلماء اللي ماتوا من 500 سنة ومن 600 سنة، ما كانش لسه دار الإفتاء أصلا أنشئت، يقول برضو لا ما أقراش. طب تعترض وانت مش عايز تقرا؟ دي المصيبة بقى اللي احنا واقعين فيها. وكتابة نحو دلائل الخيرات ومثل القرآن الفقه، يعلمها يقول لها مثلا ايه تتزوجيني واشرح لك كتاب فتح القريب المجيب على متن الغاية والتقريب للقاضي ابو شجاع، وقد حضرته على الدكتور مثلا علي جمعة، اشرحه لي بالسند المتصل، فهي بقى تكون شافعية مثلا، تقول له موافقة، يمشي ينفع مهر، واخد بالك؟ والحديث برضه ان اقرا عليك مثلا الاسانيد بتاعتي في صحيح البخاري او اسانيدي عن مشايخي صحيح مسلم، تمشي. لكن يتفق مع الكتب الستة يبقى ان شاء الله مش هيخلفوا النهارده. يقعد يقرا لها بقى الكتب الستة، طب والعيال هتيجي امتى؟ والشعر يعلمها علم العروض، الشعر الجائز، لان احنا عندنا الشعر حسن هو حسن وقبيح هو قبيح، يبقى يعلمها الشعر الجائز. والخط يبقى خطاطه كده تكتب خط جميل، وغير ذلك مما ليس بمحرم. يعني ينفع يتزوجها ويعلمها القمار والميسر صناعه الخمر؟ ما ينفعش، يبقى ما ينفع. يعلمها التمثيل، عندنا التمثيل حرام، يبقى ما ينفعش. يعلمها صناعة مثلا آنية الذهب والفضة، عشان هو راجل بيشتغل في الصاغة بيعمل آنية ذهب وفضة، حرام، دي صنعة حرام، ما ينفعش. ولا فرق في تعليم القرآن بين أن يكون لكله كما هو ظاهره أو لصورة معينة منه كالفاتحة وغيرها،
أو لقدر معين من سورة معينة كربع من سورة ياسين مثلا، إن كانت تعرفه ولو بقراءته عليها، وسواء كان التعليم لها أو لعبدها مطلقا. ممكن كمان يقول لها تتزوجين على أن أعلم عبدك هذا، يا إما ليها أو لعبدها. أو لولدها الصغير، هي عندها ابن، يقول لها تزوجيني على أن أربي لك هذا الولد وأعلمه القرآن وأحفظه الأحاديث وأنشئه نشئة تنشئة طيب. تمشي. الواجب عليها تعليمك أن كانت وصية عليه، ولو طلقها قبل التعليم بعد الدخول أو قبله تعذر تعليمه ويرجع لمهر المثل. افرض طلقها ولسه ما علمهاش، نرجع لمهر المثل، لأن ما ينفعش بعد ما يطلقها وتنقضي عدتها يقعد يعلمها ويخلو بها عشان يعلمها، خلاص بقى أجنبي عنها. وإن كان يجوز النظر إيه للمرأة حال تعليمها من الأجنبي، لكن كمن سبق زوجية بينهما ففي طمع أحدهما في الآخر فما ينفعش، واضح؟ بخلاف الأجنبي خالص. إن كانت تعرف ولو بقراءة عليها، وسواء كان التعليم لها أو لعبدها مطلقا أو لولدها الصغير، الواجب عليها تعليمك أن كانت وصية عليه ولو طلقها قبل التعليم بعد الدخول أو قبله تعذر تعليمه ويرجع لمهر المثل كله فيما إذا كان بعد الدخول أو نصفه فيما إذا كان قبله، لأنها صارت محرمة عليه لا يجوز نظره إليها ولا اختلاؤه بها، ومحل تعذره فيما إذا أصدقها تعليمه بنفسه لنفسها ولم تكن صغيرة لا تشتهى. لكن افرض أنه هو ادها مهرها تعلمها وهي امرأة صغيرة لا تشتهى، لأن يجوز زواج الصغيرة في الشرع الشريف، وإن كان القانون الحالي حدد سن، لكن زمان ما كانش فيه سن، ففي الحالة دي ممكن حتى ولو طلق وهي صغيرة لا تشتهى يعلمها بعد طلاقها لأنها صغيرة لا تشتهى. ولم تصر محرما له برضاع، كأن ترضع الكبرى من زوجتيه الصغرى في الصورة اللي احنا قلناها قبل كده، ولم ينكحها ثانيا بنكاح جديد، وأن يكون ذلك قدرا كثيرا بحيث يتعذر تعلمه في مجلس واحد. كل ده نلجأ لمهر المثل في الحالات دي. هو لا هعلمك القرآن كله، ده قدر كبير، ده يحتاج يقعد معاه 5 سنين كل يوم يجل، لا يبقى كده نرجع لمهر المثل. لكن قال لها هعلمك الفتحة، خلاص يقعد يعلمها الفتحة، دي حاجة في قعدتين تخلص أو قعدة واحدة، بحيث يتعذر تعلمه في مجلس أو مجالس. وإلا لم يتعذر التعليم، فإن قيل قد تقدم أنه يجوز النظر للأجنبية للتعليم، قلنا في جواز النظر للأجنبية من ضمن جواز النظر للتعليم للحاجة من التعليم والعلاج، فاكرين أنتوا زمان؟ طيب، فإن قيل قد تقدم أنه يجوز النظر للأجنبية للتعليم وهذه صارت أجنبية، فهل جاز تعليمها ولم يتعذر؟ أجيب بأن كل من الزوجين تعلقت آماله بالآخر وحصل بينهما نوع ود، فقويت التهمة فامتنع التعليم لقوة التهمة وخشيت الفتنة، بخلاف الأجنبية فإن قوة الوحشة بينها وبين الأجنبي اقتضت جواز التعليم. وبعضهم خص التعليم الذي يجوز له النظر بالتعليم الواجب كتعليم الفاتحة، وما هنا بغير الواجب كالمندوب كتعليم السورة غير الفاتحة، ورجحه السبكي. وبعضهم خص التعليم الذي يجوز النظر له بالأمرد بخلاف الأجنبية، ورجحه الجلال المحلي والمعتمد الأول، ولو فارقها قبل الدخول وبعد التعليم رجع عليها بنصف أجرة مثله. افرض علمها وفارقها قبل الدخول، هو يديها نص المهر بس، يبقى يشوف تكلفة تعليمها قد ايه وياخد ايه نص التكلفة، فهمت؟ ولو فارقها قبل الدخول وبعد التعليم رجع علي بنصف أجرة مثله لا بنصف المهر، لأنه كعين قبضتها وتلفت تحت يدها. قول ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر، أي لآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة من قبل أن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض. وشمل الطلاق ما لو كان بتفويضه إليها أو بتعليقه على فعلها بائنا كان أو رجعيا، لكن بعد انقضاء العدة. وصورة الرجع قبل الدخول أن يكون بعد استدخال المني، فهو طلاق قبل الدخول لكنه رجعي.
يعني هي ايه؟ يعني اداها المنية بتاعه وراحت لدكتور نسا دخله لها في فرجها اللي هو يسموه التلقيح الايه خارج الرحم، او ده يبقى ما دخلش بها لكن استدخل منية في فرجها، فاهم؟ دي صورة يعني من الصور. فهو طلاق قبل الدخول لكنه في الحالة دي راجعي، لان الطلاق قبل الدخول ما يعني لها عدة، يعني في الحالة دي هيبقى ليها عدة برغم انه لم يدخل بها، مش كده برضو؟ لان الاصل لو طلقها قبل الدخول لا عدة لها، الا لو استدخلت منياه في فرجها صار طلاقا رجعيا وجب فيه العدة، فهمت بقى؟ لان العدة اصلا لبراءة الرحم. ومثل الطلاق كل فرقة لا منها ولا بسببها كإسلامه وردته ولعانه وإضاع أمها له أو أمه لها فيتنصف المهر. يعني مثل الطلاق كل فرقة مش بسببها، لا منها ولا بسببها. افرض ان هي كانت امرأة لا تتزوج غير المسلم في شريعتها وهي عايشة في بلاد المسلمين، فأسلم يبقى انفسخ العقد، يوم الحاكم يحكم لي انه تاخد مهر المثل، واضح؟ او يتنصف ان كان بغير دخول. وردتي او ارتد هو نفسه فما ينفعش يستكمل الزواج معها لانها مسلمة، يبقى في الحالة دي برضو يتنصف المهر قبل الدخول. ولعانه يعني طعنها في عرضها فتلاعن فافترق، يبقى برضو يتنصف. وإضاع أمها له، أمها أرضعته، كويس؟ أو أمه لها، أو أمه أرضعت إيه الزوجة بتاعته. طبعا ده معلوم إن هي تبقى في سن التحريم يعني سن السنتين. كل الصور دي ما تجدهاش في العصر الحديث، ليه؟ لأن ما حدش بيتجوز دلوقتي رضيعة، واضح؟ كل دي صور كانت موجودة زمان تحتمل، كانوا بعضهم يتزوج امرأة رضيعة، طفلة رضيعة، على إنه بعد 16 سنة تكون كبر بقت حلوة كده يتجوزها يدخل بها، لكن تفضل مراته طول السنين دي كلها، ويخليها تبقى في بيته مع عياله كمان تتربى، واسمها مراته. واخد بالك؟ كان زمان يعملوا كده، ما كانش في نظام لتحديد سن معين للزواج. فالصور دي كلها انت بتقراها فقط علشان تعرف الحس الفقهي، لكن لا عمل لها في عصرنا. او ارضعيها زوجة له صغيرة، او فسخها بعيبه او بسببها كفسخه بعيبها، فانها تسقط المهر كله لانها في الفرقة التي منها هي المختارة للفرقة، فلذلك سقط العوض. وفي الفرقة التي بسببها كفسخه بعيبها، لما كانت الفرقة بسببها كانت كأنها هي الفاسخة، بقي ما لو كانت الفرقة بسببهما. لو كانت الفرقة بقى بسببها هي يسقط عنا المهر كله، فهمت؟ طب لو كانت الفرقة بسببه يبقى وجب في حقها نصف المهر إن كان قبل الدخول، أو المهر كله إن كان. طب افرض كانت الفرقة بسببهما، الصورة الأخيرة معا، كأن ارتد والعياذ بالله تعالى، فهل هي كردتها فتسقط تسقط المهر كله، أو كردته فتنصفه وجهان؟ صحح الأول الروياني اللي هي تسقط الإيه المهر كله وغيره، وصحح الثاني اللي هي تسقط نصفه المتولي وغيره وهو أوجه فهو المعتمد. واعلم أن من وجب لها نصف المهر لا متعة لها، لأن النصف جابر للإيحاش الذي حصل لها بالطلاق مع سلامة بضعها، لأنه لم يدخل بها، التي لم يجب لها شيء من المهر، وهي بخلاف التي لم يجب لها شيء من المهر وهي المفوضة التي طلقت قبل الفرض والوطء فتجب لها المتعة، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وتجب أيضا للموطوءة مع وجوب كل المهر لها في الأظهر. خد بالك إن المرأة اللي أنت طلقتها بعد ما دخلت بها بيجب ليها كل المهر ومعها المتعة كمان، والستات ما يعرفوش الحكم ده على فكرة، بيضيع عليهم لا يطالبوه فياخدوا بالهم عشان بيتخموا كتير، واخد بالك؟ هتاخد مهرها كله وتاخد كمان المتعة،
شفت بقى ازاي؟ رحموا الستات اللي هم قاعدين يتخموا مساكين. ها؟ احنا ما بندورش القانون ده، بنلجأ ليه عند الخلاف، لكن لما يبقوا قاعدين كده قاعدة حلوة وكل واحد عايز يبرأ ذمته تبقى جميل. القانون ده ما بنلجأش ليه إلا عند الخلاف. والمسلم مش كل حاله بالقضاء. قاعد كده بيحل مشاكله بالراحة كده بالتراضي وتنه ماشي كده في أمان الله. اللي بيلجأ للقاضي ده تملي بيبقى فيها نوع من المشحة والمناكفة التي لا تليق بأخلاق المسلم. لأن النصف جابر للإحاشة الذي حصل لها بالطلاق مع سلامة وضعها، بخلاف التي لم يجب لها شيء من المهر وهي المفوضة التي طلقت قبل الفرض والوطء، فتجب لها المتعة، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن. وتجب أيضا المتعة يعني للموطوءة مع وجوب كل المهر لها في الأظهر. الأظهر والراجح في الأقوال، الأظهر والراجح في الأقوال، والأقوال هي أقوال الإمام الشافعي. مع وجوب كل المهر لها في الأظهر لعموم قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. قال للمطلقات أو أي المطلقات المدخول بهن متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولأن جميع المهر وجب في مقابلة منفعة بضعها، فتجب المتعة أيضا لجبر الإيحاش. يبقى المهر كله وجب لأنه أتلف بضعها، لأنها صارت سيبا مش بكر. طيب، والمتعة علشان الإيحاش، لأنها هتبقى مطلقة، هتواجه المجتمع ومطلقة، فحصل لها نوع من الوحشة، فيبقى المتعة مقابل الإيحاش والمهر كله مقابل البضع. فهمت بقى المسألة؟ فتجب المتعة أيضا لجبر الإيحاش الحاصل بالطلاق لخلوه عن الجبر. والمتعة بضم الميم وكسرها مأخوذة من التمتع، فمعناها لغة التمتع وعرفا مال. خد بالك بقى من التعريف ده، تحفظه وتحط عليه كذا خط. وعرفا مال يجب على الزوج دفعه لمفارقة لم يجب لها نصف مهر فقط، إن كانت الفرقة لا بسببها ولا بسببهما ولا بسبب ملكه لها ولا بسبب موت لها لهما أو لأحدهما كطلاقه وإسلامه وردته ولعانه، بخلاف ما إذا كانت بسببها كإسلامها وردتها وملكها له وفسخها بعيبه وفسخه بعيبها، أو بسببهما كأن ارتد معا أو سبي معا أو سبي معا يعني أسر، أو كانت بسبب ملكه لها أو بموت لهما أو لأحدهما، فلا متعة في ذلك كله. ويسن المتعة، المتعة بعد يسن ألا تنقص عن 30 درهما كويس خالصة، وألا تبلغ نصف المهر إذا كان نصفه أكثر من 30 درهما، فإن تنازع في قدرها قدرها قاض باجتهاده. يبقى المتعة متروكة لاجتهاد القاضي بحسب ما يليق بحال الزوج يسارا وإعسارا، وما يليق بنسبها وصفاتها وصفاتها، لقوله تعالى: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ولا فرق في وجوبها بين المسلم والكافر والحر والعبد والمسلمة والذمية والحرة والأمة، وهي لسيد الأمة وفي كسب العبد. قال النووي: إن وجوب المتعة مما يغفل النساء عنه، فينبغي تعريفهن إياه وإشاعته بينهن ليعرفن ذلك. قوله: أما بعد الدخول، مقابل لقوله قبل الدخول، والمراد دخول الوطء ولو في الدبر. وقوله: فيجب كل المهر أي لتقرره بالوطء. وقوله: لو كان الدخول حرام، ولو كان الدخول حراما، غاية في وجوب كل المهر. ويجب كل المهر كما سبق بموت أحد الزوجين أي لتقرر المهر به كالوطء. وقوله: لا بخلوة الزوج بها في الجديد، هو المعتمد، خلافا للقديم الموافق للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، لأن الإمام أبي حنيفة عند الدخول هو الخلوة. وإذا قتلت الحرة نفسها، وكذا لو قتلها زوجها أو قتلها أجنبي، فإنه لا يسقط مهرها في جميع ذلك، بخلاف ما لو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول
فإنه يسقط مهرها كما جزم به صاحب الأنوار واعتمده الشهاب الرملي، لأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قول بخلاف ما لو قتلت الأمة نفسها أو قتلها سيدها وكذا سيدها، كذا لو قتلت زوجها أو قتله سيدها فإنه يسقط مهرها في ذلك، بخلاف ما لو قتلها زوجها أو قتلها أجنبي فإنه لا يسقط مهرها. ولو اشترك الزوج والسيد في قتلها سقط مهرها جميعه عند العلامة الرملي تغليبا لفعل السيد، ونصفه فقط عند العلامة الخطيب، ومثله ما لو قتل السيد وغيره المبعضة. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على فصل، والوليمة على العرس مستحبة، عشان نلتقي بعد الأجازة على الوليمة على طول، عشان يعني بقى طالعين من الصيام تبقى مناسبة إن شاء الله. أيوه تاني بس تاني أيوه. لا ده ملكها، ده يتحط تبع إرثها، يعني واحدة ماتت وما خدتش لسه مؤخرها يتحط تبع مالها ويتقسم على الورثة. إن كان زوجها لسه عايش هو اللي يملك المؤخر هيخصم الربع، لأنه هو يملك إيه الربع إن كانت إيه لها أولاد منه أو من غيره. إن لم يكن لها أولاد، إن كان لها أولاد منه أو من غيره يخصم إيه، إن لم يكن لها أولاد يخصم النصف، لأنه تملكه النصف خلاص ده نصيبه، ويدي النص الثاني يتقسم على باقي الورثة وهو خارج انخصم، أو يدي كله يبقى ياخد نصيبه من المجموع اللي هم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.